طيب ايه موضوع الفطر الجديد وبنستخدمه في ايه ولقيناه فين؟ تفاصيل كتير حابين نعرفها من الدكتوره هدى الغرباوي صاحبه الاكتشاف، وهي مدرس المايكروبيولوجي بقسم النبات والمايكروبيولوجي بكليه العلوم جامعه دمياط. صباح الخير يا دكتور ومنورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. طيب عايزين نعرف الفطر ده تم اكتشافه فين؟ يعني في المدينه او الدوله اللي تم اكتشافه، ونقدر نستفيد بيه في ايه؟ الفطر بتاعنا هو أحد الفطريات البزيدية اللي بتنمو على أشجار الفواكه أو أشجار النخيل بالذات في منطقة الدلتا بمصر. عندنا مجموعة من المزارع للأشجار الفاكهة، وطبعا نظرا للأهمية الاقتصادية لمجموعة الأشجار دي وشكوى المزارعين المستمرة من الإصابات للفطريات أو تحلل الأشجار أو الموت المفاجئ دون علم عندهم بسبب المرض أو الموت المفاجئ، بدأنا من هنا رحلات الاستكشاف والبحث بتاعتنا مع أستاذتي الدكتورة أميرة الفلال رئيس قسم الميكروب نبات ومايكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة دمياط، وأستاذتي الفاضلة ومعلمة للفطريات. بدأنا وجدنا مجموعة كبيرة من الفطريات اللي بتحلل الأشجار وبتسبب أمراض ليها وبتؤدي إلى موتها السريع المفاجئ. من ضمن هذه الفطريات وجدنا فطر مختلف عن باقي الفطريات ومتميز ان هو تواجده خلال العام وتحلله او اصابته بتكون سريعه وبتستغرق وقت اقل وقضاء قاسي او شديد على النباتات. طب هو دكتور متخصص في هدى، اشجار لو النخيل. اسال حضرتك، البحث بيشتغل على يعني ازاي نواجه الفطر ده، ازاي نحل المشاكل تمام اللي بيسببها للزراعات؟ تمام البحث بتاعنا بدأ ان احنا نتعرف على الفطر وندرسه عن قرب ونتعرف على الاسباب اللي بتساعد في انتشار الفطر، ومن هنا بدأت القصة بتاعتنا. مجرد ان احنا نتعرف على الفطر وندرس الفسيولوجي بتاعه وازاي هو يعمل لنا اصابة وازاي بينتقل الى الاشجار، وليه متخصص بالذات في اشجار النخيل اللي هي عملية اقتصادية كبيرة في منطقة الشرق الاوسط ومصر بالذات، هنا هنبدأ ان احنا نجرب مجموعة من التقنيات والاستراتيجيات في ان احنا نعمل كنترول او تحكم سيطرة على انتشار الفطر والقضاء على المرض نفسه واصاباته لاشجار النخيل. وفي نفس الوقت التقنيات دي والاساليب تكون آمنة على استخدام النباتات وعلى المحصول بتاع انتاج النخيل والفواكه بوجه عام. دي البداية بتاعتنا. حاليا احنا بندرس على عملية التقنيات للمكافحة لهذا المرض، لكن البداية بتاعتنا كان ان احنا نتعرف على الفطر والتقنية اللي هو بيستخدمها او الاستراتيجية اللي بيستخدمها في القضاء على النباتات، وازاي هو بينتقل بسرعة كبيرة جدا او بفترة سريعة بين الاشجار باختلاف الفطريات الاخرى اللي احنا اكتشفناها، لان الفطريات البزيدية معروفة ان هي بتنمو بس في مواسم اللي هي الممطرة او الباردة، ولكن الفطر ده كان بيميزه ان هو متواجد طوال العام في جميع درجات او مختلف درجات الحرارة، كما ان عملية التحلل بتاع اخشاب الاشجار بتستغرق سنوات، ولكن التحلل بتاع الفطر ده كان سريع جدا في اشجار النخيل، بالاضافة لانه انتشر في فترة قصيرة في مساحة كبيرة من الدلتا خلال رحلات البحث العامية هو بتاعتي. بيصيب النخلة في جذعها ولا في أماكن الثمار ولا في الجريد؟ يعني المكان بتاعه فين بالظبط في النخل؟ بينتشر على الجذع بتاع النخل، ولكن هي الإصابة في البداية بتكون في شكل الجراثيم الصغيرة اللي بتدخل إلى داخل الجذع وبتكون غير مرئية، تفضل في فترة كبيرة داخل الجذع لحد ما بتأتي تماما على الشجرة، بتسبب إصابة أو موت في الشجرة بالكامل، ما عادش فيه ثمار خالص موجودة. بعد كده المرحلة الأخيرة منه بيبدأ يظهر الثمار اللي لونها أصفر على الخارج من الشجرة، يعني إحنا لما بنشوفه بتكون دي المراحل المتأخرة وده لخلاص السؤال، ماتت الأشجار. المزارع اللي بيتفرج علينا دلوقتي وعنده نخل يعني بيخرج منه ثمار، يقدر تمام يعرف ازاي ان عنده الفطر ده في شكل تمام في وقت مبكر عشان يقدر في وقت يلحق؟ مبكر بتظهر البدايات مع تأثر الجزء الخضري للنخلة، مجرد ما الجزء الخضري بدأ يقل أو بدأ يحصل فيه موت مفاجئ أو الثمار بدأت تتأثر عن الخارج، المفروض إن إحنا بناخد عزلات أو أجزاء من النخلة نفسها ونبدأ نعمل لها تتابع نيكلوتيدي أو الحمض النووي عشان نتعرف على ونأكد وجود الفطر بداخل الشجرة، أو نعمل منها عزلات معملية نتعرف على العزلة أو الميسيليم بتاع الفطر داخل النخلة. من هنا تبدأ البداية. في الحالة لو إحنا اكتشفناه مبكرا ممكن إن إحنا نعمل حقن أو رش للنخلة بمواد معينة اللي هي تحت الدراسة حاليا، بحيث إن إحنا نبدأ نعمل كنترول ما يبداش يطلع الثمار الخارجيه اللي هتبقى وسيله تلوث للمنطقه كلها، او ان احنا نبدا نشوف هل في اشجار تانية بدا يحصل لها اصابه او عرضه للاصابه في نفس الوقت. طيب دكتور، هل الفطر ده ليه علاقه بما يسمى ايدز النخيل ولا لا؟ بيسمى ايه؟ ايدز النخيل. ايدز النخيل؟
اعتقد ده حاجه مختلفه عن ايدز النخيل. هو الفطر ده ممكن يكون ليه علاقه، لان احنا في كل الاشجار المصابه وجدنا انه مصاحب لسوسه النخيل، جميع الاشجار اللي اتوجد عليها هسته الفطر فهو مصاحب لسوسه النخيل، فربما يكون هناك احتماليه ودي برضه حاليا تحت الدراسه ان يكون مصاحب لسوسه النخيل، والضرر اللي بتاثر فيه في الشجر او بينسبوه لسوسه النخيل الحمراء ليس كله من سوسه النخيل فقط، ولكن جزء كبير بيشارك فيه اللي هو فطر الكريستال كيوتس دوميتس. طيب دكتور، دلوقتي الناس هتتساءل كيفية القضاء عليه، طبعا في إطار البحث والتدقيق زي ما حضرتك شرحتي انتوا لسه بتدرسوا الفطر ده، تمام لكن تمام لو حد يعني شاف الأعراض اللي احنا ذكرناها، الأعراض الأولية أو الأعراض الأخيرة، يتعامل معاها ازاي؟ يعني يقدر يتصرف ازاي عشان يحجم الضرر؟ أولا إذا وصلت للمرحلة الأخيرة اللي هي ظهور الجسم الثمري على النخلة فده معناه إن النخلة خلاص كده ماتت وما عادش فيها، إن هي ما عادش بتطرح خلاص ثمار، ما عادش فيه على الأقل جزء خضري شغال بينتج ثمار أو بيطرح. فده أول حاجة إن إحنا نتخلص من الجذع النخلة ده بعيد عن بقية المزرعة، في يا إما بالدفن مثلا أو بإن إحنا نرش عليها كيماويات معينة تقتل الفطر لا، زي مثلا كبريتات النحاس. كيماويات ايه بالظبط؟ مثلا زي كبريتات النحاس أشهر مادة دي بتكون، لان هو كده كده خلاص مش محتاجين الشجره اكتر من كده، فاول ما نتخلص يعني منها اول ما اشوفها فليكن احط عليها تمام. كبريتات النحاس واقطع لا النخلة وهنبعدها وادفنها. خالص عن المزرعه، هنبعدها خالص عن المزرعه ونتخلص من الاجسام الثمريه دي في اكياس مقفوله، لان طبعا لو حرقناها او بوسيله تانية هي مش كافيه ان تتنقل. هي تقضي على البراسيم، وممكن تنتشر عمليه النظافه، عمليه تقليل الرطوبه المستمره في الري، عمليه الظل من الاشجار او الحشائش والحاجات دي كلها عوامل ممكن ان هي تساعد في عملية الإصابة. برضو الإنسكس الآفات أو الحشرات اللي ممكن تنقلها من شجرة لأخرى كل دي عوامل بتساعد في انتشارها. عظيم. دكتور هدى الغرباوي، مدرس الميكروبيولوجي بقسم النباتات جامعة دمياط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومبروك على بداية العمل وبالنجاح في استمرارية البحث. شكرا جزيلا لك.